الكرب والبط والكعب وشرب الكيس وشرب العرق ومن جميع والارياف. روحي لعنا وتفرجي شوفي هيك. خلقنا للفرح وخلقنا للسلام وخلقنا للمحبه وخلقنا للدبكه. هاد شو بدي اقول لك اكثر من هيك. واستحلي جميع منتجات لبنانية. فبعد نجاح المعرض بالسنوات الماضية بتقوم جمعية التجارة العادلة بلبنان وللسنة الرابعة بافتتاح معرض سوفير بمارينا دبي، وذلك لتشجيع صغار المنتجين اللبنانيين بالقرى النائية. عندنا مقلوبة بتنجان على دجاج، شيش برك مع لبن معزة، كباب، شاورما بالدبس الرمان. العالم مشتاقة لهيك أكل فاست فود، ولا كله عرفوا انه مش اكل لو مش لبلادنا. يعني اول مره بحياتهم بياكلوا هيك اكل. اول مره بكلها، بس بعتت كثير ناس يجوا يدوقوا. معمول مع برغل وطحين. بنت شو؟ ملنت؟ منت سميد. هو بيجي الواحد على الريحه تياكل. ما لا رجيم لا شو، ما هيدا دغري ما محتاج للرجيم لانه بيساعدون الاكل صحي كثير كويس. ما رحنا نساعد اكل صحي. الوزير وائل ابو فاعور بكون مبسوط لأن نحن عم نعمل أكل صحي 100%. ما بدنا إياه يجي لحتى كل الناس تشوف شغلنا إنه صحي 100%. ما يشتروا إنا المنتوجات من التعاونيات لأن بدون مواد حافظة، لأن نظيفة، لأن مدروسة، لأن لبنانية. وجايين لهون مشان نبسطكم ونكون كل شيء حلو، وإن شاء الله نكون عجبناكم الأكل وكل شيء. ورياضنا هو رح دمرها. شارك بالمعرض 12 تعاونية من مختلف المناطق اللبنانية، عرضوا منتجاتهم بأجنحة متعددة. ضم كل منها صناعات غذائية بينتجها حوالي 3500 مزارع لبناني حوالي السنة. احنا كل سنة بتزيد عدد الجمعيات والتعاونيات اللي بنشتغل معها وعلى كافة الأراضي اللبنانية، ما بنميز مع حدا. المهم انه نوعية المنتجات اللي عم يعملوها تكون عندها المواصفات المطلوبة لأنه عم نبيعلهم إياها للخارج وعم تكون مصدر فخر إلنا. بيجي هون بشوف ضيعته، بشوف أهليه، بشوف شو بيعملوا بهالضيعة، في حنين يعني بيرجع ونهار حلو عم بيكون الحمد لله. عم نعمل اليوم فطاير بالكوسة وبالكشك، أكيد عاملين خبز الساج، والستات هونيك عاملين بالزعتر بالجبنة واشياء جديدة كمان. لو مطبخ لبناني بس مجددين في اشياء، يعني الكبة عاملينها اشكال مختلفة بطريقة مختلفة. ندعي كل اللبنانيين مش للتشجيع، لياخدوا اكل عن جد اصيل. الواحد اذا ما شجع منتجات بلده ما بيوصل لنتيجة. منتجات لبنانية نحن مخترعينا، بس هلا وقفونا ما بقى في. عملوا لنا سد ونزعوا لنا المي ولوثوها وصارت مي قاسنة. تنظيم رائع، الأكل كتير طيب والجو كتير حلو، ويعطيهم العافية ويعيدوها كل سنة. يلا إن شاء الله كل سنة بيعملوا مرتين بدل مرة واحدة. الشاب بيركض ركض، البنت بتمشي غندارة، قلب الشاب